السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام. من أبو حيان الأندلسي وما مكانته العلمية وما مذهبه النحوي؟ ما آثر العلامة أبي حيان العلمية وما أهمية كتبه البحر المحيط، تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، التدير والتكميل في شرح التسهيل، ومنهج السالك إلى ألفية ابن مالك، وما منهجه وأسلوبه في تأليف تلك الكتب؟ سنناقش ذلك إذن مشاهدينا في حلقة لسان العربي لهذا الأسبوع بعنوان أبو حيان الأندلسي العالم الموسوعي. أهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام في لسان العربي من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع أبو حيان الأندلسي العالم الموسوعي. نرحب بدءاً بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية، حياكم الله ومرحباً بكم أستاذنا. حياكم الله وبياكم، أهلاً وسهلاً ومرحباً. ونرحب أيضاً بضيفنا عبر سكايب من تونس الدكتور منجي العمري، الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية في جامعة منوبة، حياكم الله دكتور منجي. أهلا بك ومرحبا أستاذ حمدي، ومرحبا بضيفك الدكتور بخيت، وشكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا بكم، ونبدأ منكم دكتور حمدي، حدثنا بدءا متفضلا عن أبي حيان الأندلسي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين، وبعد. أبو حيان هو العلامة النحوي المقرئ أثير الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النفزي الغرناطي مولدا ومنشأ، المصري دارا ووفاة، الظاهري المذهب ثم الشافعي، ونسب أيضا إلى المالكي، النحوي الأثري شيخ البلاد المصرية والشامية ورئيسها في علم العربية. يعني هو ولادته منشوء في غرناطة بالأندلس. البداية. والمصري استقر في النهاية في مصر إلى الوفاة. نعم. نعم، بعدما طوف في البلاد في طول البلاد وعرضها في بلاد مختلفة استقر به المقام في مصر. ما أبرز سيرته دكتور؟ أبرز أولا هو يخبرنا، أريد أن أقول جزئية تفضل. ذكره هو بنفسه عن البربر. يعني قال عن نفزة، لأنه هو ينسب إلى النفزي، نفزة من البربر، قبيلة من البربر. قال عن البربر فيما يزعمونه من ولد بربر ابن قيس ابن عيلان ابن مضر. وهم قبائل زناتة وهوارة وصنهاجة ونفزة وكتامة ولواتة وصدينة وسنانة ومرانة، وكانوا كلهم بفلسطين مع جالوت. فلما قتل تفرقوا، وقصد أكثرهم الجبال في السوس وغيرها. هذه معلومة عن أصل البربر. على أصل البربر ذكرها أبو حيان، وإنما صدرها بقوله فيما يزعمونه. يعني ليس على صيغة الجزم. اليقين يعني في فلسطين من جماعة جالوت. نعم. الذي قتل طالوت. نعم. طالوت الذي. طالوت الذي قتل جالوت. نعم. ولد أبو حيان رحمه الله تعالى سنة 54 و600 من الهجرة على الراجح من الروايات. نعم. وطبعا معلوم بأن أغلب أهل الأندلس في هذه الفترة. نعم. كانوا يخرجون من أجل الاضطرابات الموجودة السياسية والعسكرية الموجودة في الأندلس. صحيح. ويذهبون إلى بلاد المشرق العربي يحجون ويطلبون الأمور الدراسية ويستقرون. طيب. وفي هذه الفترة، فترة سقوط الخلافة الإسلامية وفترة إغارة الصليبيين على بلاد الأندلس، العلماء أغلب معظم العلماء تجمعوا في مصر. تقصد بعد سقوط الخلافة في بغداد؟ في بغداد. نعم. المغول. نعم. نعم. وكذلك الأندلس التي كانت فيها الدولة الإسلامية. صحيح. نعم، قوية وفيها كثير من العلماء، أكثر العلماء من المغرب العربي سواء الأقصى أو الأدنى، ومن المشرق العربي أتوا إلى مصر. فلذا يعني تجمع كثير من العلماء، من أشهر العلماء في عصر أبي حيان. نعم. الذين كانوا في مصر والشام، شيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام سلطان العلماء، ابن مالك، ابن النحاس، تقي الدين ابن دقيق العيد،
ابن منظور، ابن تيمية الحراني، مقيم الجوزية، تقي الدين السبكي، وغير هؤلاء كثير. فاستقر أبو حيان في هذه البيئة العلمية واستكمل أموره العلمية. أنه درس بعض الأمور طبعا العربية والقراءات والأمور في بلاد الأندلس، وأتم ذلك في مصر. طبعا طوف في كثير من البلاد وعرف كثيرا من اللغات الحبشية والفارسية والتركية وألف فيها. ما شاء الله. نعم، ألف يعني في هذا من العلماء الذين كانوا على علم بلغات مختلفة. ومن صفاته كما يذكر الصفدي وهو تلميذه، يقول كان شيخا حسن العمة، مليح الوجه، ظاهر اللون، مشربا بحمرة، منور الشيبة، كبير اللحية، مسترسل الشعر فيها، لم تكن كثة عبارته فصيحة لغة الأندلس، يعقد القاف قريبا من الكاف على أنه ينطق بها في القرآن فصيحة. وسمعته يقول ليس في هذه البلاد من يعقد حرف القاف. طيب، هو لكي نختصر دكتور أيضا كتب الشعر. نعم، له ديوان في الشعر وله شعر كثير. من شعره: عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا أذهب الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. توفي بعد رحمه الله تعالى بعد العصر من يوم السبت 28 من شهر صفر سنة 45 و700 من الهجرة على الراجح من الأقوال. طيب. وقد صلي عليه في دمشق صلاة الغائب. نعم. إذن من هنا ننتقل إلى أبرز شيوخ أبي حيان ومن أبرز تلامذته أيضا مع دكتور منجي، تفضل. شكرا أستاذ حمدي، يعني شكرا جزيلا. هناك فضل يتميز به أبو حيان، فهو قد جمع بين أمرين طريفين. هو كان تلميذا لشيوخ يعني على درجة عالية وعلى طبقة عالية من العلم، وفي نفس الوقت كان سببا في أن يتخرج على يديه جملة من أبرز العلماء من بعده. ولكن الأمر الطريف أنه في عصره وفي زمنه كان متفردا على الأقل في علم النحو، ولم يكن هناك اسم على الأقل يعاصره يمكن أن يجاريه في علمه، حتى أتته المشيخة باعتراف أكثر المؤرخين لعصره. الأمر اللافت أنه كان تلميذا لأسماء بارزة، على سبيل المثال حازم القرطاجني وأبو إسحاق الشاطبي، ومن منا لا يعرف يعني التفرد الذي تميز به أبو إسحاق الشاطبي صاحب علم المقاصد، أو حازم القرطاجني صاحب منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ويبدو أن تتلمذه على يد هؤلاء كان فيه ميزة، بأنهم كانوا من المجددين، كانوا من الذين أضافوا ولم يكونوا من المقلدين أو المكتفين بالشرح، ولذلك اكتسب هذه الميزة، وكانت تغلب على مؤلفاته هذه النزعة النقدية، فهو لا يشرح شيئا ولا يستعيد أمرا إلا وأظهر فيه رأيه بالانتقاد بالنقد والتعليق. وهذا الأمر انعكس أيضا على تلاميذه. فله من التلاميذ المعروفين، أذكر على سبيل المثال ابن هشام، وهو يعد من آخر النحاة الكبار، يعني من آخر اسم تقريبا من الطبقة الأولى من النحاة. وله أيضا الكثير من التلاميذ، ومنهم على سبيل المثال الفيومي، ومنهم على سبيل أيضا الذكر السبكي، بهاء الدين السبكي وأخيه تاج الدين السبكي. كل هؤلاء تتلمذوا على يدي هذا يعني العالم الكبير أبي حيان، ويعرف عنه أنه كان شديد الولع بالعلم، حتى أنه لا يرى إلا وهو يقرأ الكتب أو يسافر بحثا في مشارق الأرض ومغاربها، أقصد المشرق العربي والمغرب العربي، باحثا عن مجالس العلماء. وكان يخص تلاميذه من الأذكياء بالكثير من العناية والمدح، وهذا ما يدل على أنه كان على وعي بأنه يحمل رسالة، أن ينقل رسالة مفادها أن ينقل العلم الذي تلقاه من الأولين ويعطيه للآخرين. هناك ملاحظة أخيرة تتعلق
تتلمذه على مجموعة من الشيوخ، فهو هذا التتلمذ لم يكن دائما بالحضور، فالأخبار تقول أنه تتلمذ على يد 450 شيخا، وفي ذلك ما يدل على أنه كان يتتلمذ أيضا على يد شيوخ لم يعاصرهم، بل يأخذ من كتبهم ومن النقول التي أخذت عنهم، ولعل أبرزهم سيبويه. لماذا؟ لأن منهج سيبويه في التنظير وتلك الشخصية التي غلبت على كتاب سيبويه نجد الكثير من ملامحها في كتبه، التي وإن تعددت الاختصاصات فيها من أصول النحو أو الفقه أو المعاجم، إلا أنها كانت بروح نحوية خالصة، يبدو أن فيها انبعاثا لروح سيبويه. بوركت دكتور، سأعود إليك. إذن دكتور حمدي، من هنا باختصار لو سمحتم دكتور، ما مذهب أبي حيان العقدي والفقهي والنحوي، وما أبرز أقوال العلماء فيه؟ أبو حيان من أهل السنة والجماعة في العقيدة وفي الفقه، عندما كان بالأندلس كان مالكيا، ثم صار ظاهريا المذهب الذي شاع في وقته، وعندما أتى إلى بلاد المشرق تحول إلى المذهب الشافعي. وبالنسبة للنحوي فإنه يجمع بين آراء مدرستي أهل البصرة والكوفة، وله آراؤه الخاصة، ولذا هو نقول هو بغدادي ينزع إلى البصريين كثيرا. ومن أقوال العلماء فيه نأخذ أولا قول تلميذه الصفدي، يقول هو إمام الدنيا في النحو والتصريف، لم يذكر معه في أقطار الأرض غيره في العربية، وله اليد الطولى في التفسير والحديث والشروط والفروع وتراجم الناس وتواريخهم وحوادثهم خصوصا المغاربة إلى آخره من هذا الكلام. ثم يقول وله التصانيف التي سارت وطارت وانتشرت وما انتثرت وقرئت ودريت ونسخت وما فسخت، أخملت كتب الأقدمين وألهت المقيمين بمصر والقادمين، وقرأ الناس عليه وصاروا أئمة وأشياخا في حياته. أغلب العلماء المبرزين صاروا شيوخا في حياته. نأخذ قولا آخر دكتور. قول الإمام الذهبي يقول ومع براعته الكاملة في العربية له يد طولى في الفقه والآثار والقراءات، وله مصنفات في القراءات والنحو، وهو مفخر أهل مصر في وقتنا في العلم، كان معاصرا له، تخرج به عدة أئمة، مد الله في عمره وختم له بالحسنى وكفاه شر نفسه. يقول كلاما جميلا، يقول وودي لو أنه نظر في هذا الكتاب معرفة القراء الكبار، نعم وأصلح فيه وزاد فيه تراجم جماعة من الكبار، فإنه إمام في هذا المعنى أيضا. ما شاء الله. نعم. إذن من هنا دكتور منجي العمري، فلنتحدث الآن تفضلا منكم عن أبرز مؤلفات أبي حيان باختصار، نسردها يعني سردا سريعا ثم نفصل بعد ذلك. تفضل دكتور. شكرا جزيلا. يعني الحقيقة أن مؤلفات أبي حيان التوحيدي، عفوا أبي حيان الأندلسي، واسمه يلتبس كثيرا بأبي حيان، وكلاهما من الطبقة نفسها، يعني لديه الكثير من المؤلفات، وهذه المؤلفات يعني يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال الأثير في قراءة ابن كثير، الإدراك لسان الأطراف، ارتشاف الضرب من لسان العرب، ولكن لو أردنا أن نعددها كلها لأحصينا، وهنا أذكر رقما، لأحصينا تقريبا 62، يعني لأحصينا يعني 62 مؤلفا، وهذا العدد كبير جدا، لذلك نضطر إلى أن نصنف هذه المؤلفات، وتصنيفها يمكن أن يكون على أكثر من واجهة. يعني المقياس الأول الذي نصنف به هو شهرة هذه المؤلفات، ويمكن أن نذكر في ذلك جملة من المؤلفات المشهورة جدا، منها مثلا البحر المحيط، وكتابه أيضا تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، وأيضا ما ذكرته منذ قليل، يعني ارتشاف الضرب من لسان العرب، وأيضا لديه التذكرة والتذييل والتكميل، وطبيعة الحال أيضا له ديوان، وهو ديوان أبي حيان في الشعر، وقد جمع مما كتبه ومما نقل من الكتب. كل هذه المؤلفات يمكن أن نتحدث عنها الحقيقة
بضرب من التأليف لأنها أوسع من أن تحصى في وقت وجيز. فإذا ما أردنا أن ننظر إليها وجدنا أن أغلب مؤلفاته تنعكس فيها تلك الروح النحوية، فقد اهتم بأكثر أبواب النحو. والملاحظ أنه كان من النحاة القلائل الذين اهتموا بعلم هو يعني متسق بالنحو، هو علم أصول النحو، أي علم التفكير في أصول النحو من قياس وسماع واستصحاب إلى غير ذلك. ويبدو أنه قد غلب على منهجه منهج البصريين، لأنه كان يعتد بالقياس ويقول ويتحدث عنهم بلفظة أصحابنا، ولكنه هو يعتمد على مدرسة البصرة طبيعة الحال لم يستنكف من الاستفادة من مدرسة الكوفة وبغداد ومن جميع النحاة. والظاهر في استفادته أنه كان يعتد برأيه ولا يترك فرصة إلا ويظهر رأيه. وما أراه طريفا في هذه المؤلفات أنه وإن بدا له أمر في تلك المؤلفات، ومنهم ابن مالك في شرح لألفية ابن مالك على سبيل المثال، إن بدت له في ذلك آراء يمكن أن يعود وينقحها. فإن كان مثلا متحاملا قليلا على ابن مالك في أول مؤلفاته، فقد تظهر المصادر أنه في آخر مؤلفاته كان ينظر إليه نظرة أكثر تقديرا. إذن في مؤلفاته بصفة عامة كان موسوعيا، ولكنه كان في نفس الوقت صاحب رأي يعتد برأيه ودون أن يستنكف من يعني الاهتمام بالآراء التي سبقته. أحسنت دكتور. إذن دكتور حمدي، فلنفصل قبل فاصل ديوان العرب ونبدأ بأبرز كتبه. البحر المحيط. البحر المحيط حقيقة من كتب التفسير التي هي تصنف التفسير بالرأي. عندنا التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. واهتم في هذا الكتاب بثلاثة كتب، وهي الكشاف للزمخشري والمحرر الوجيز لابن عطية والتبيان في إعراب القرآن للعكبري. اهتم بهذه الكتب من الناحية النحوية، وأخذ خلاصتها من الناحية النحوية وتوجيه الأمور التفسيرية بما يتناسب مع الأمور النحوية، مع رده على أمور كثيرة منها. اهتم أيضا بالقراءات القرآنية في تفسيره، سواء أكانت متواترة أم شاذة، وهو عالم في القراءات له باع فيها، ولذا كان تفسيره هذا مرجعا من المراجع المعتمدة في تخريج القراءات، وخاصة الشاذة منها التي لا توجد في كتب القراءات. طبعا له منهج اتبعه في تفسيره، بدأه بأن يذكر النص الآيات، ثم يبدأ بشرح المفردات، ثم بعد ذلك يذكر أسباب النزول. نعم، يهتم بأسباب النزول في هذا الأمر كثيرا، مناسبة الآية لما قبلها ومناسبة السورة لما قبلها، اهتم بموضوع بعلم المناسبة. جميل. نعم، وهذا من هذه من الأمور الجيدة. النسخ والمنسوخ، طبعا الذي يعمل بالتفسير لابد أن يتكلم في النسخ والمنسوخ. صحيح. يذكر ما ورد من أقوال في نسخ الآية أو عدمه دون ترجيح حال اختلاف الأقوال غالبا. العناية بعلوم اللغة، وهو يعني له باع في هذا. طبعا كان يذكر في نهاية الآية المجمل الآية، لكنه لم يستمر في كل تفسيره على هذا، لعله وصل إلى نهاية النساء وما عدا ذلك لم يذكر مجمل تفسير الآية. نعم، الترجيح بين الأقوال، كان أبو حيان ينقل الأقوال في تفسير الآية ويختار من بينها ما يراه أقرب وأولى. عدم التكرار، تعرضه للمسائل الفقهية مع عدم الغوص فيها بكثرة، وإنما إذا كانت المسألة تحتاج إلى كثير من الأمور كان يرجعها أو يحيل على كتب الفقه المعتمدة في هذا. حمل اللفظ على ظاهره، وهو متأثر بمذهبه الظاهري. أولا كان ظاهريا، بعد مالكي في الأول، ثم ظاهري، ثم صار شافعيا، ولذا قال الذي يتمذهب بالمذهب الظاهري لا يستطيع أن يتخلص منه، لابد أن يبقى فيه شيء. يميل في تفسيره إلى حمل اللفظ القرآني على ظاهره، ويقول لأن لا نصير إلى التأويل مع إمكان حمل الشيء على ظاهره،
لا سيما إذا لم يقم دليل على خلافه في مسائل العقيدة. يحيل في مسائل العقيدة إلى كتب أصول الدين. التلخيص مضمون الآيات قلناه، الالتزام بالتفسير النبوي، إن ورد في موضوع الآية التفسير النبوي يقف عنده. كان مقلا جدا من الإسرائيليات. نعم لا يأخذ. نعم عدم الخوض فيما لا علاقة له بالآية، وهذا أمر جيد. بحث المكي والمدني من موقفه من الصوفية والباطنية يقول: وربما الممت في المقدمة، يقول ربما الممت بشيء من كلام الصوفية مما فيه بعض مناسبة لمدلول اللفظ، وتجنبت كثيرا من أقاويلهم ومعانيهم التي يحملونها الألفاظ، وتركت أقوال الملحدين الباطنية المخرجين الألفاظ القريبة عن مدلولاتها في اللغة إلى هذيان افتروه على الله تعالى وعلى علي كرم الله وجهه وعلى ذريته ويسمونه علم التأويل. اتكلم عن الفرق الآن، يعني هو أصلاً عندنا في تصوف سني وتصوف فلسفي. هو أخذ بأقوال التصوف السني والتصوف الفلسفي، هذا الذي البعيد عن الأمور الإسلامية ابتعد عنه تماماً وكان يهاجم بشدة في هذا في مقدمته. كان شرحاً وافياً بورك دكتور لأبرز كتب أبي حيان البحر المحيط. أما الآن مشاهدينا سنواصل أيضا كتبه بعد سنواصل تفصيل هذه الكتب بعد فاصل ديوان العرب. اخترنا لكم هذا الأسبوع الشاعر الأندلسي أبا البقاء الروندي وقصيدته مرثية الأندلس. أبو البقاء الروندي هو صالح بن يزيد الأندلسي، لقب الروندي نسبة إلى مدينته روندا الواقعة في جنوب الأندلس، وكان يكنى بأبي البقاء وأبي الطيب. ذاع صيته بعد قصيدته الشهيرة التي تعرف بمرثية الأندلس، قال فيها: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان. أين الملوك ذوو التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين عاد وشداد وقحطان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا. فجائع الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان. عندكم نبأ من أهل أندلس، فقد سرى بحديث القوم ركبان. كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى، فما يهتز إنسان. بالأمس كانوا ملوكاً في منازلهم، واليوم هم في بلاد الكفر عبدان. يا رب أم وطفل حيل بينهما، كما تفرق أرواح وأبدان. وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت، كأنما هي ياقوت ومرجان. يقودها العلج للمكروه مكرهة، والعين باكية والقلب حيران. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العرب من رافدين. نذكر بموضوعنا هذا الأسبوع أبو حيان الأندلسي العالم الموسوعي، وكنا في فاصل ديوان العرب نعود إلى التفصيل في كتب أبي حيان. دكتور منجي، قد وصلنا إلى كتاب آخر مهم هو تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، حدثنا عنه باختصار متفضلا دكتور منجي. شكرا أستاذ نصير، وشكرا للدكتور حمدي لما تفضل به. إذن هذا الكتاب كتاب تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، أعتقد أنه كتاب مميز إذا ما نظرنا إليه ضمن هذه الكثرة من المؤلفات. لماذا؟ لأن أبي حيان لأن أبي حيان من النحات، وهذا الكتاب يشده إلى المعجميين،
ونحن نعرف أنه في السنن سنن التأليف اللغوي عند العرب نميز بوضوح بين اللغوي والنحوي، وطبيعة الحال المشتغلون بالمعجم وباللغة غير المشتغلين بالنحو، وقل أن يجمع أحدهما بين الفضلين. وهذا الكتاب يجعله يأخذ من هذا العلم، علم المعجم أو المعجمية المعاصرة، يعني ما يسمى علم اللغة عند القدامى، يأخذ منه بطرف. في هذا الكتاب كما نجد في مقدمته حديثا عن المنهج الذي اعتمده في هذا الكتاب، فقد قسم ألفاظ القرآني إلى نوعين، نوع يمكن أن يفهم وهو نوع عام، ويعني يمكن أن يفهم من عامة القارئين القرآن الكريم، ونوع فيه لفظ غريب لا يمكن إلا أن نعود إلى المعاجم لنفهمه أو أن يكون القارئ على درجة راسخة من العلم. هذا ما سماه غريب القرآن، وقد رتب هذه الألفاظ بحسب الأصول يعني الجذر، ولم يعتمد من الكلمات المشتقة المداخل المعجمية المشتقة من الجذري إلا ما كان موجودا في القرآن، دون أن يوثق الأمر مثلا بالشاهد القرآني. لماذا؟ لأن الكتاب كان على قدر من الاختصار، فهو كتاب مختصر ولكنه كتاب صيغة بروح معجمية تذكرنا بالمعاجم العربية، وكان ترتيبه بحسب المدارس الترتيب في المعاجم العربية بحسب الحرف الأول والحرف الأخير من الجذر. ولكن الحقيقة أن الأمر الذي يلفت الانتباه من خلال النظر في هذا الكتاب إلى أنه لأن أبا حيان كان بهذا الكتاب يسير على منهج الأولين. لماذا؟ لأننا نحن نؤرخ للمعاجم العربية بالخليل ابن أحمد الفراهيدي، وما أدراك ما الخليل، هو صاحب أول معجم العين، ولكن الخليل سبقته مرحلة تمهيدية مهدت لبروز المعجمية العربية على هذا الشكل من النضوج. وعرفت هذه المرحلة قبل الخليل بكثرة الكتب التي تتحدث عن غريب القرآن، حتى أن أكثر العناوين كانت تستأثر بهذا العنوان غريب القرآن. صحيح. فكأنه يستعيد ذلك الزمن ويدلي بدلوه فيما قد يعتقد بأن الأولين لم يتركوا فيه بابا إلا وقد طرقوا من هذا الباب. أعتقد أهمية هذا الكتاب صحيح. تكمن في كونه قد استعاد هذه السنة في التأليف في غريب القرآن، واهتمامه يدل على أنه لم يعني يلتزم بمملكة النحو إن جازت لنا العبارة على سبيل الاستعارة، وإنما اطلع على مباحث اللغة، وهذا المبحث يتطلب اطلاعا دقيقا ودراية دقيقة بألفاظ العرب. ولذلك نجد في هذا الكتاب حديثا عن أيضا المصادر التي أخذ منها، بما في ذلك النقل والسماع عن القبائل العربية التي عدت يعني هي مصادر الفصاحة في اللغات العربية يعني. قبل أن تتولد الكلمات والدخيل، قبل أن يطرق باب العربية الكثير من أنواع الدخيل والمعرب إلى غير ذلك. صحيح. إذن دكتور حمدي، أنا ننتقل إلى كتاب آخر مهم، هو كتاب التذييل والتكميل في شرح التسهيل. التسهيل والتكميل لابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك، من الكتب المهمة التي كتبها للمتقدمين في للمتعلمي اللغة العربية، وشرح هذا الكتاب ابن مالك، وصل فيه إلى باب المصادر، فطلب من أبي حيان الذي كان يعني وضع منهجا في تدريسه بأنه لا يدرس إلا كتاب سيبويه أو كتب ابن مالك، يعني بهذه الكيفية. نعم، لاعتداده، لأن ابن مالك يعد شيخ شيخه، يعني ابن مالك من تلامذته ابن النحاس، وابن النحاس هو شيخ أبي حيان الذي تلقى عليه كتاب سيبوي، فيعد شيخ شيخه، وإن كان انتقده في بداية حياته، انتقد ابن في بداية حياته، لكن لما كبر وصار ناضجا رجع عن هذا الأمر. نعم، طلب منه أن يكمل شرح التسهيل فأكمله بالتذييل، ثم طلب منه بالتكميل، التكميل، تكميل يعني تكميل الشرح، ثم طلب منه أن يعيد على نفس النمط، يعيد شرح التسهيل، فبدأه بالتذييل والتكميل، لذا سمي التذييل والتكميل في شرح التسهيل، واعتمد على الذين أتوا بعده وأغلبهم من تلاميذته في شرحهم للتسهيل، كناظر الجيش أو المرادي أو
غير هؤلاء في شرح التسهيل اعتمدوا على شرح شيخهم أبي حيان. نعم. من خصائص الكتاب أنه يعني في غزارة المادة العلمية، استقصاء الأوجه الواردة في المسألة، تتبع كل ما قيل فيها مع نسبة الأقوال والمذاهب إلى أصحابها في معظم المواضع. أو طبعا قلنا بأن هذا الشرح اعتمد عليه تلامذته الذين شرحوا الكتاب من بعده. هذا الكتاب يفيد طلبة العلم ولكن ليس المبتدئين. التذييل والتكميل إلى الآن في التحقيق العلمي لهذا الكتاب خرج منه 14 جزءا. ما شاء الله. نعم، ولم يكتمل باقي، ربما يصل إلى 20 جزءا. كتاب رائع. صحيح. موسوعة علمية فقهية، لأنه على ترتيب ابن مالك، الترتيب الرائع الراقي الذي انتخبه واختاره. صحيح. وأتى بأغلب ومعظم الأقوال لمشايخه ولعلماء النحو الذين وله مكانته وله آراؤه الخاصة، فكان موسوعة علمية، ثم اختصره في ارتشاف الضرب، ثم أتى بعد ذلك الإمام السيوطي. نعم. الذي كتب جمع الجوامع، أخذ ما في الاختصار، اختصر ارتشاف الضرب، اختصره في همع الهوامع بشرح جمع الجوامع. نعم. وهذا ما نص عليه بنفسه. نعم. من الكتب التي أكثر من النقل منها مع التصريح بعنوان الكتاب اختصار. نعم. كتاب سيبويه البسيط لضياء الدين ابن العلج، الإفصاح لابن هشام الخضروي، وغير هذه الكتب. من الكتب التي تتطابق مع التذييل والتكميل في النصوص مع عدم النص عليها شرح الجزولية للأبذي، ربما أخذ من مصدر واحد وربما يكون قد أخذ من هذا الكتاب دون أن ينص عليه. طيب، لو تكرمت دكتور منجي بدقيقة واحدة فقط تختصر لنا كتاب منهج السالك إلى ألفية ابن مالك. بكل سرور وحبا وكرامة. يعني هذا الكتاب ألفية ابن مالك، ما أكثر من شرح هذا الكتاب، ولكن ما أقل من تميز في شرح هذا الكتاب. وفي ثوان معدودات يمكن أن نقول إن أكثر الذين دأبوا على شرح ألفية ابن مالك ذهبوا إلى تبسيط القول فيه وبغاية تعليمية تبسيطية، ولكنه يذكر لنا في مقدمته يعني غايات مختلفة، فلديه أيضا غاية تعليمية، هذا بالتأكيد، ولكن أيضا لديه غاية منهجية، ولديه أيضا غاية نقدية، لأن هذا الكتاب ينتمي إلى المرحلة الأولى، وكما تفضل دكتور بخيت قبل قليل بذكرها، ينتمي هذا الكتاب إلى المرحلة الأولى التي كان فيها صوت صاحبنا، يعني كان أبي حيان، كان أعلى من صوت يعني النحوي المشروح له، ولذلك ذكر لنا الكثير من آرائه التي يحاول فيها أن ينقد الاختيارات التي ذهب إليها ابن مالك. ويدل على ذلك قوله مثلا في الغاية الأولى التي سطرها لنفسه، أنه يقول على سبيل المثال: تبين مقيد أطلقه، وواضح أغلقه، ومخصص عممه، ومعين أبهمه. فلعله يسند إلى ابن مالك هذه الصفات، الإبهام والإطلاق، وكأنه يدعي أنه سيظهرها، ولذلك كان رأيه في هذا الكتاب مهما جدا. صحيح، هذا يدل على أنه أيضا من أوائل كتب أبي حيان. شكرا لك. إذا سأعود إليك أيضا دكتور، ولكن بأقل من دقيقة مع الدكتور حمدي. دكتور حمدي، حدثنا عن اهتمام أبي حيان بكتب شيخه ابن عصفور وقد تناوله في حلقة سابقة. نعم. طبعا أبو حيان تلمذ لابن عصفور وجادة، يعني عن طريق القراءة في الكتب، وهذه أدنى درجات التلقي. نعم. من الكتب التي شرحها لابن عصفور هي تقريب المقرب، وفي هذا الكتاب هذبه واختصره وبلغ ربع المقرب في الاختصار. لما وجد هذا الاختصار، يعني اختصار شديد، أو يعني أراد أن يوضح ما فيه من أمور غامضة، كتب التدريب في تمثيل المقرب. جميل. ثم بعد ذلك لخص الممتع في التصريف لابن عصفور. ثم بعد ذلك المغفور من شرح المبدع. نعم، المبدع الملخص من الممتع. من الممتع. نعم. جميل. ثم المغفور من شرح ابن عصفور، الشرح الكبير لابن عصفور، أيضا اختصره وكتبه أبو حيان.
ليقدم لنا كتب ابن عصفور الأندلسي في ثوب قشيب يفيد طلاب العلم والدارسين للنحو العربي. ما شاء الله. نختم بك دكتور منجي إذن بشعر أبي حيان الأندلسي، عرف عنه نظمه الشعر، وحدثنا عنه إذن وعن ديوانه، تفضل. طبيعة الحال هذا الديوان لم يكن يعني في صيغته التي عثر عليها المحققون مكتملا، لأن كثيرا من شعره كان مبثوثا في الكتب. والحقيقة أن التحقيق الذي قام به أحمد مطلوب والدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي ونشر الكتاب في العراق في جامعة بغداد ومطبعة العاني، هذا الكتاب الذي نشر يعني يدل على أن شعره يمثل سبيلا لمعرفة سيرته، والكثير كثير من شعره يحمل بصمات حياته التي عاشها، ففي شعره مسحة أندلسية، حتى أنه كثيرا ما كان يكتب الموشحات، وهي كما تعلمون جنس شعري عرف به الأندلسيون. وفي شعره أيضا حديث عن كثير من الأمور التي حدثت له. وأنا أريد أن أختم بذكر يعني بعض الأبيات قصيرة جدا مما عرف في شعره، وتدل على ما تميز به من رقة نفس، وقد رثى ابنته وزوجته، وما أيضا عاناه من تعب وهو يتنقل في الآفاق بحثا عن العلم. يقول: ورب ذي حنق تغلي مراجله نارا فيشعل من فيه لنا قبس، رأى سمومي وما أوتيت من شرف، فرامهتك حما ما زال محترسا، بل العجاب مقامي بين ذي وحر، والوحر هو الغل في الصدر، بل العجاب مقامي بين ذي وحر وحاسد بسوى الأعراض ما نبس. فهذا الشعر يدل على أنه كان يكتب لكي يؤرخ لسيرته، وكان في الكثير من شعره صور تدل على رقة نفسه والتزامه بالطريقة الكلاسيكية في كتابة الشعر من تشبيه واستعارات وبلاغة تقليدية. إذن في ختام حلقة فقرة موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع، نشكر ضيفنا عبر سكايب من تونس الدكتور منجي العمري، الأستاذة المساعدة بقسم اللغة العربية في جامعة منوبة، بارك الله بكم ونفع، شكرا جزيلا دكتور، حياكم الله. أما الآن مشاهدينا الكرام فنبقى مع وقفة قصيرة وفقرة من الذاكرة، وعنوانها هذا الأسبوع أفعال المدح والذم. يبدو لي أنك غريب عن مدينة القواعد، أليس كذلك؟ أصبت يا صاحبي، أنا زائر واسمي حي بن يقظان. أهلا وسهلا. أهلا أهلا أهلا, أهلاً وسهلا. أنا مداح مسؤول أفعال المدح. نعم. وهذا ابن عمي ذمام مسؤول أفعال الذم. جميل. ذمام، لم أفهم شيئا، سأشرح لك الأمر بطريقة أبسط. نعم. يا بيسة يا بيسة ساعة، لا حبذا، قفوا صفا واحدا عند باب دارنا. هؤلاء هم أفعال الذم. بئس بئس الرجل الكاذب. ساء ساء ما يفعل الظالمون. لا حبذا لا حبذا الجار المؤذي. هؤلاء هم أفعال الذم. يشرفني أن أعرفك بجماعة أفعال المدح. نعم نعم الرجل الصادق. حب الفتاة المتعلمة. حبذا النسهة في روض. الآن عرفت أفعال الذم: ساء، بئس، لا حبذا. وعرفت أفعال المدح: نعمة، حب، حبل. جميل جدا. كنت أظنكم مختلفين ومتخاصمين، لأن وظيفة كل فريق منكم تتعارض مع وظيفة الفريق الآخر. نعم. ثم اكتشفنا أن لنا شروطا واحدة وأحكاما واحدة وإعرابا واحدة، فتصالحنا وأعددنا لهذا الاحتفال. شيء جميل ورائع. حبذا الصلح بين الإخوان وبئس الخلاف.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين، وقد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني، وعنوانها هذا الأسبوع أثر اللغة في اختلاف العلماء عند ابن السيد البطليوسي في الجزء الرابع. حياكم الله إذن مشاهدينا الكرام، ونبدأ من قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، في البقرة. السؤال هنا في التعبير دكتور بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، هل هذا التعبير خاص أم عام، وما دلالة كل هنا أيضا؟ هنا ابن السيد البطليوسي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يذكر آراء العلماء في هذه الآية. يقول: قال قوم هذا خصوص في أهل الطاعة، واحتجوا بأن كلا وإن كانت في غالب أمرها للعموم فإنها قد تأتي للخصوص، كقوله تعالى: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، أي من كل شيء يؤتاه الملوك أمثالها. نعم. ومثل قوله تعالى: ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها ولم تدمر الأرض ولا السماء. صحيح. ولا الجبال. ونعم. ثم قال: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. صحيح. نعم. وقال آخرون، فريق الآخر، هي عموم، واختلف القائلون بالعموم. قال قوم أراد أنهم مطيعون له يوم القيامة، وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال آخرون مطيعون له في الدنيا، واختلف القائلون بالطاعة في الدنيا، فقال بعضهم: طاعة الكافر سجود ظله لله عز وجل. قال واحتجوا بقوله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. يعني الظل، ظل الكافر يسجد لله عز وجل وإن من شيء. نعم. سبحان الله. نعم. وقال آخرون معناه أن كل ما خلق الله تعالى، ما خلق الله تعالى ففيه أثر الصنعة قائم، وميسم العبودية شاهد أن له خالقا حكيما، لأن أصل القنوت في اللغة القيام، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: وقد سئل أي الصلاة أفضل، فقال: طول القنوت. نعم. يعني الوقوف. فالخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم قائمون بالعبودية، إما إقرارا بألسنتهم وإما بأثر الصنعة البينة عليهم الخلق. نعم. هنا دلالة كل. إذن أيضا مشاهدينا الكرام من ذلك في هذا السياق في قوله تعالى في سورة البقرة: لا إكراه في الدين. في هذه الآية السؤال: هل هذا الحكم عام أيضا أم خاص بأهل الكتاب هنا دكتور؟ نعم. ابن السيد البطليوسي يذكر أقوال العلماء، يقول: قال قوم هذا خصوص في أهل الكتاب لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية. طبعا أداء الجزية لا يكون معه دخول في القتال ولا غير ذلك، لكن إن دخلوا في القتال بتسقط عنهم الجزية. نعم. وهو قول الشعبي. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يراه أيضا خصوصا، وفسره فقال معناه أن الأمر أن المرأة من الأنصار كانت لا يعيش لها ولد، فتنذر على نفسها لئن عاش لتهودنه، ده قبل الإسلام. نعم. لأنهم كانوا يرون أن دين اليهود أفضل من دينهم، كانوا وثنيين. صحيح. نعم. فلما أجلي بنو النضير إذا فيهم ناس من أبناء الأنصار. نعم. فقالت الأنصار: يا رسول الله أبناؤنا. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال قوم هي عموم، ثم نسخت بقوله عز وجل: جاهد الكفار والمنافقين. وطبعا القرطبي فسر ووضح في هذه الآية وذكر فيها ستة أقوال. القول الأول منسوخة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكره العرب على دين الإسلام وقتلهم. العرب كانوا وثنيين. وثنيين. نعم. فقاله سليمان بن موسى قال: نسختها يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وروي هذا عن ابن مسعود وكثير من المفسرين. طيب. الثاني ليست بمنسوخة، وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصة. خاص. وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية. نعم. إلى آخره من هذه الأقوال. القول الثالث ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال: نزل هذا في الأنصار
المرأة التي كانت لا تنجب وتنذر الكلام الذي ذكرناه قبل ذلك. صحيح. نعم. الرابع. نعم. قال النحاس قول ابن عباس إن في هذه الآية أولى الأقوال لصحة إسناده. جميل. وإن مثله لا يؤخذ بالرأي. الرابع نزلت الآية في رجل من الأنصار يقول له أبو حسين وهذا قاله السدي كان له ابنان. فقدم التجار من الشام إلى المدينة يحملون الزيت فلما أرادوا الخروج أتاهم ابن أبي الحسين فدع يعني هؤلاء التجار دعوا ابني أبي الحسين إلى النصرانية فدخل في النصرانية وسار مع هذا التاجر. طيب. لكن أراد أبو الحسين من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بجيش ليرجعهم فرفض النبي صلى الله عليه وسلم لا إكراه في الدين. هذا رأيي طبعا. هذا رأي من في نزول. نعم. هناك آراء أخرى أيضا. نعم. في هذا السياق أيضا مشاهدينا الكرام في قوله تعالى في سورة العلق الآية الخامسة علم الإنسان ما لم يعلم. في هذه السورة هل هذه الآية عامة أم خاصة دكتور؟ ذهب قوم كما يقول ابن السيد إلى أنه خصوص واختلفوا في حقيقة ذلك. قال بعضهم أراد بالإنسان آدم وطبعا في واحتجوا بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. نعم. وقال آخرون هي عموم في جميع الناس وهو الصحيح. وما تقدم لا يقوم عليه دليل. طيب. طبعا هذا هو الراجح حتى ابن عطية أو القرطبي الذين يذكرون بأن الإنسان منهم من يقول مقصود آدم ومن يقول مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقصد يقول العموم لكنهم في النهاية يرجحون العموم. نعم. في أقل من دقيقة أيضا في قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة في سورة النساء فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. السؤال ما المقصود بالمتعب في اللغة وفي الشريعة أيضا ولماذا اختلف العلماء في هذه الآية دكتور؟ طبعا معلوم بأنه في الألفاظ تكون عامة في اللغة وتتخصص معانيها في الشريعة. نعم. وهذه تسبب مشكلة من هذه الأمور المتعة. يقول ابن السيد إنها عند العرب اسم لكل شيء استمتع به لا يخص به شيء دون آخر. ثم نقلت عن ذلك واستعملت في الشريعة على ضربين المتعة التي كانت مباحة في أول الإسلام ثم نهي عنها. نعم. الأمر الثاني ما تبتع به المرأة من مهرها كقوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ثم يقول ولأجل ذلك الذي كان وقع الخلاف في قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. الراجح في الآية بأن المقصود بالمتعة المهر أو ما تمتع به المرأة ليس المتعة ليس التي نهى عنها هذه نسخت وانتهى أمرها. صحيح. نعم. إذن في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية بجامعة جريسون التركية. بارك الله فيكم ونفع الدكتور. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وإياكم. ومسك الختام مشاهدينا سيكون مع فقرة سيرة عالم. اخترنا لكم هذا الأسبوع أبا حيان الأندلسي العالم الموسوعي في رعاية الله. أبو حيان الأندلسي العالم الموسوعي هو أثير الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن حيان النفزي الغرناطي الأندلسي. ولد سنة 54 و600 للهجرة بغرناطة ونشأ بها نشأة علمية وتلقى العلم على كبار علماء الأندلس ثم غادرها إلى القاهرة وتلقى العلم على كبار علمائها حتى صار منهم. كان الإمام أبو حيان عالماً باللغة والنحو والقراءات والتفسير والحديث والفقه فضلاً عن براعته في الشعر. قال فيه الصفدي إمام الدنيا في النحو والتصريف لم يذكر معه في أقطار الأرض غيره في العربية وله اليد الطولى في التفسير والحديث والشروط والفروع وتراجم الناس وتواريخهم وحوادثهم. تعددت مصنفات أبي حيان العلمية لتعدد علومه وقد زادت على 50 مصنفاً ومن أشهر كتبه البحر المحيط وهو من كتب التفسير بالرأي الذي يغلب عليه النحو كثيراً. تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب وهذا الكتاب في غريب ألفاظ القرآن الكريم.
التذييل والتكميل في شرح التسهيل، وهذا الكتاب شرح لكتاب ابن مالك تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ويجمع بين علمي النحو والتصريف. منهج السالك إلى ألفية ابن مالك، هذا الكتاب شرح لألفية ابن مالك الشهيرة، وهو من أوائل كتب أبي حيان النحوية. توفي العلامة أبو حيان الأندلسي رحمه الله بمصر سنة 45 و700 من الهجرة، وقد بلغ عمره أكثر من 90 سنة.